بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنك يا ربنا طلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل محبة وسلام. نحييكم في هذا اليوم، يوم السبت الموافق 19 من مارس لعام 2022 للميلاد، في هذا اليوم الذي نشهد فيه انطلاقة أول أيام هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه، على بركة الله أعلنت بداية وانطلاقة شوطنا 21 والذي خصص لفئة الإبكار الحقايق من مسافة 4 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط سيارة للفائز بالمركز الأول تايوتا لاند كروزر بيك أب، رصيد للفائز بالمركز الأول في هذا الشوط نبحر مع المقدمة ومع المركز الأول من يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مع المركز الأول. بالفعل هذا الشوط خصص لفئة القعدان، المركز الأول سياف محمد بن علي بن حمد بن علي المري من يتقدم ويقدم لنا سياف مع المركز الأول. المركز الثاني القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل كذلك شعار بن قريع من يحتل المركز الثاني مع مدوش محمد بن علي بن حمد بن علي المري، والمركز الثالث القدوم والوصول في هذه اللحظات مع ثالث المراكز. وتابع القدوم والوصول من قبل هذا الشعار القادم من الجانب الأيمن من يتقدم من مركز إلى مركز، يصل في هذه اللحظات شعار بن دلموك. والأسماء والشعارات بدأت بالقدوم، بدأت بالوصول، يتقدم عجب لسعد بن حمد بن هادي الغفراني المري هو القادم في هذه اللحظات مع انطلاقة عجب. يا سلام سعد بن حمد بن هادي الغفراني المري، شعار بن نشير تسلل إلى المركز الأول، يا سلام يتقدم في هذه اللحظات وينطلق، ولكن أتابع الانطلاق، أتابع التقدم من هملول. مطر بن سعيد بن الكتبي هو القادم في هذه اللحظات والمنطلق مع انطلاقة شعار هملول مع المركز الأول. المركز الثاني شعار بن قريع يحتل المركز الثاني، يقدم لنا في هذه اللحظات مدوش محمد بن علي بن حمد المري من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث القادم في هذه اللحظات هنا الوصول من عجب لسعد بن حمد بن هادي الغفراني المري، والمركز الرابع القادم بكل قوة كرار جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات وتقدم هذا الشعار لينطلق بكل قوة ربدان محمد بن سعيد بن محمد بن ثامر المنصوري هو القادم مع المركز الخامس. نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول هملول لمطر بن سعيد الكتبي يتقدم، ولكن اللحاق والملازمة الشديدة من قبل مدوش محمد بن علي بن حمد المري يتقدم في هذه اللحظات. شعار الامبراطور ينطلق مع هذا المسار، ولكن اللي من القادم من الجانب الآخر هذا الوصول هذا عجب لسعد بن حمد بن هادي الغفراني المري، يقدم لنا عجب، وكذلك القدوم، كذلك الوصول من قبل هذا الشعار اللي وصل أشقر محمد الحزمي بن قناص بن علي العامري وكرار بشعار بن جبران يتقدم في هذه اللحظات وينطلق. كرار جابر بسالم جابر الجربوع المري مع المركز الرابع. المركز الخامس الأسماء بدأت بالظهور والشعارات بدأت بالقدوم، متابع القدوم والوصول من راعد عجلان بن عبد الله بن سالم الخادم القبيسي هو القادم، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. تسلل في هذه اللحظات ربدان لمحمد بن سعيد بن محمد بن ثامر المنصوري، تقدم إلى المركز الأول، انطلق إلى صدارة هذا الشوط ربدان محمد بن سعيد بن محمد بن ثامر المنصوري هو المتقدم. كرار مع المركز الثاني بشعار بن جبران يتقدم كرار مع المركز الثاني. الله الله الله، ولكن ربدان، ربدان والأمتار الأخيرة، ربدان مع المركز الأول. محمد بن سعيد بن محمد بن ثامر المنصوري، المنصوري يا سلام يتقدم مع ربدان مع آخر الأمتار، ولكن الخطر القادم، الخطر
الخطر القادم من رعد، عجلان بن عبد الله بن سالم بن خادم القبيسي هو القادم مع في هذه اللحظات مع وصول رعد مع المركز الثاني، تقدم وتسلل انطلق الى المركز الاول مع اخر الامتار. الله الله الله، التهاني والتبريكات لعجلان بن عبد الله بن سالم بن خادم القبيسي على حصول رعد بالمركز الاول وانتزاع الى سيارة هذا الشوط. المركز الثاني ربدان محمد بن سعيد بن محمد بن ثامر المنصوري، والمركز الثالث مدوش لمحمد بن علي بن حمد المري، والمركز الرابع كان الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل عجب سعد بن حمد بن هادي الغفراني المري، والمركز الخامس من نصيب كرار لجابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري. نعود بالتهاني والتبريكات لمالك هذا الشعار، تهانينا لمالك رعد عجلان بن عبد الله بن سالم بن خادم القبيسي من قدم رعد لينتزع ناموس هذا الشوط. والتوقيت الزمني 5:59:56 جزء من الثانية، توقيت صاحب المركز الأول للمركز الثاني. وصل في هذه اللحظات ربدان لمحمد بن سعيد بن ثامر المنصوري من احتل المركز الثاني، 6 دقائق بدون ثواني 4 أجزاء من الثانية. المركز الثالث من نصيب في هذه اللحظات مدوش لمحمد بن علي بن حمد المري، والتوقيت الزمني 6:02:66 جزء من الثانية. تهانينا والفي مبروك.